هو أنا مش شاعرة، يا ريت أكون شاعرة، بس أنا روائية يعني. بس رغم ده أنا روائية، هكلمكم النهاردة عن سندريلا وعن العنقاء وعن السحر اللي جوانا. بس قبل أي حاجة خلونا نحدد التعريفات، لأني متأكدة أن معظمنا ستات ورجالة شايفين سندريلا كائن لطيف، يعني بنت طيبة وغلبانة ومظلومة، وطبعا مرات أبوها بهدلتها، بس الدنيا برضو كرمتها، طلعت لها جنية لبستها وشيكتها وبعتتها الحفلة عشان الأمير لسبب غير مفهوم يحبها ويتجوزها. نقطة، الحكاية بتخلص هنا. الحكاية ما بتقولناش مثلا إيه اللي حصل لسندريلا والأمير بعد الجواز. على فكرة مش سندريلا بس، كل الحكايات بتخلص هنا. بس ده بيسبب مشكلة، لما احنا في الحياة بنوصل لنقطة نهاية الحكاية بنلاقي نفسنا متعلقين في الهوا، لأن جزء مننا من واحنا صغيرين بيصدق في الحكايات. لما بنوصل في حياتنا لنقطة نهاية الحكاية، المنطقة اللي مفيش حكاية بتوصفها ولا خيال بيوصل لها، بنلاقي نفسنا في لحظة مضطرين ندور على حلول لنفسنا. كلنا حبينا سندريلا، واحنا الستات معظمنا يعني كبرنا، فبقينا سندريلا اللي قاعدة جنب الدفاية مستنية جنية تيجي بعصا سحرية تشقلب حياتها وتوديها لحد الراجل اللي هيحبها، واللي لما تختفي من الحفلة يطلع يدور يجري وهو ماسك فردة الجزمة في ايده بيدور عليها. معظمنا بقينا البنات الطيبين اللي بيعملوا كل الحاجات الصح، بس شوية شوية لقينا نفسنا مش عارفين نبتسم. الدنيا فقدت ألوانها، بقت صورة بس من غير صوت، والصورة بقت أبيض وأسود، صح وغلط. يا إما نبقى سندريلا يا إما نبقى أحد هؤلاء اللي غيروا، قدموا أفكار متمردة مختلفة. بس كان إيه النتيجة؟ إيه الثمن اللي دفعوه؟ كوبرنيكوس لما قال إن الأرض مش مركز الكون، لأ دي الشمس، قالوا عليه مجنون. جاليليو لما أيد نظرية كوبرنيكوس اعتبرت الكنيسة النظرية كلها كفر لأنها تتناقض مع الكتاب المقدس. وبعد محاكمته وبعد ما رجع عن نظرياته العلمية اللي طبعا لاحقا غيرت من تاريخ العلم الحديث، قضى حياته مسجون في بيته. سقراط طرح انتقادات لاذعة جدا للمجتمع الأتيني، وكان دايما بيتحدث عن العدل، وكانت النتيجة لأنه رفض يتراجع عن أفكاره أنه شرب السم. هنريك إبسن كتب مسرحية بيت الدمية أدولز هاوس في آخر القرن 19، أوروبا كلها اتقلبت عليه، لدرجة أنه هو في لحظة من اللحظات رجع عن نهاية المسرحية، غير نهاية كتاب كتبه، وخلى نورا ما تسيبش البيت ولا بيتها وولادها. التاريخ مليان نماذج بشر اختلفوا عن السائد والمهيمن، والنماذج دي بتخلينا نفكر يعني ايه تمرد؟ لماذا نتمرد؟ والى ماذا يؤدي بنا التمرد؟ التمرد مش ببساطة رفض شخص او علاقة او سيطرة على حياتنا. التمرد هو رفض قيود، اغلال، سلاسل حديد بتأيدنا في مكاننا حتى لو كانت مجرد افكار. التمرد هو خطوة للأمام هتحصل سواء احنا رضينا او رفضنا. التمرد هو تغير وتبدل واختيار مسالك جديدة وافكار مختلفة عن وجهة النظر السائدة والمهيمنة في مجتمع ما في لحظة ما. ولان زي ما احنا عارفين الخطوة دي هتحدث في كل الاحوال، ربما يكون الامر اسهل لو ان احنا وعينا ان احنا لازم نخطو للأمام، لازم نختلف ولازم نتغير، وحاولنا ما نعرقلش الخطوة اللي جاية. لكن كمان زي ما التاريخ سجل لنا ان السبب في التغير والخطوة للأمام كان وراء بشر متمردين، قال لنا ان السعي للتغيير بشكل حقيقي
كل ما نحاول إحداث تنمية فكرية اجتماعية سياسية تمت مواجهته بعنف من قبل المؤسسات اللي بتريد الحفاظ على الوضع القائم. قليل من البشر بيسعوا للتمرد، لكن الأكثر بيفضلوا الأمر الواقع، ربما لأنه أسهل، ربما لأنه أكثر أمناً، وبالتأكيد ما يعنيش ضرورة دفع ثمن. أرجعكم لسندريلا. أنا كنت سندريلا دي. سندريلا اللي أنا كنتها عملت كل الحاجات الصح، ذاكرت، تفوقت، كنت دحيحة، اتجوزت، خلفت، تمست فول، عملت كيك، لمعت وغسلت واشتغلت. كنت عايزة المجتمع يبص ويقول شايفين البنت دي؟ برافو يا صح. بس الحقيقة المجتمع ما كانش واخد باله مني خالص. واضح انه كان مركز مع بنات وولاد تانيين بيحفظهم حكاية سندريلا. وفي هذه الأثناء كنت اكتئبت، بطلت أضحك، راحت مني حاجات كتير وانا قاعدة جنب الدفاية، ضاعت ضحكتي ودقت قلبي قدام فكرة جديدة، راح لوني وبهدت ملامحي، ضاعت مني سحر في عالم سندريلا الصغير الضيق المخنوق بالانتظار. ولما الكتمة زادت عن حدها، ولما لقيت إن لا في جنية هتيجي ولا يحزنون، بدأت أدور عليا وسط الكراكيب في البدروم القديم اللي عمري ما دخلته. في الركن البعيد المترب اللي جوايا لقيت أول حتة مني، مسكت الجزء ودققت. كان مجرد سؤال، أنا مين؟ تتصوروا إن السؤال كان مفاجأة؟ أنا مين؟ حاجة صعبة جداً على فكرة. طلع إني معرفنيش، معرفش غير سندريلا اللطيفة المطيعة المكتئبة طبعاً. قعدت ألف وأدور وأنبش عن باقي الأجزاء الضايعة. في كتاب قديم مسفر من أيام طفولتي طلع لي الإمبراطور عريان من غير هدوم، وده لأن كل الوزراء والحاشية خافوا من اتنين نصابين قالوا إن اللي هيشوف لباس الإمبراطور السحري المعمول من خيط من فضة وخيط من ذهب هو الذكي. خافوا، ما رجوش يتكلموا. الفكرة البسيطة لمعت جوايا، إيه ده؟ دي الناس بقى بتخاف. طيب وأنا كمان هبقى زيهم؟ هخاف واسكت؟ أدي سؤال تاني، حتة تانية مني كانت ضايعة، وفي رواية كانت مصاحباني من طفولتي برضو، شفت العشق اللي بيعيش حتى بعد الموت. والرواية خلتني أتعجب وأتسائل، إيه ده؟ هي في ناس بتحس قوي كده؟ بتحب قوي؟ بتتعذب قوي كده؟ كنت كل ما أدور كل ما ألاقي سؤال حتة ضايعة، كل ما أتأكد أني ماشية على الطريق الصح، وكل ما أدور بسرعة أكتر وبحماس أكبر. وأنا في حالة النبش والتدوير كان لازم في كراكيب تترمي برا البدروم، الدنيا كانت مكركبة بزيادة، أفكار قديمة، كلام محفوظ عن الواجب والأدوار المتوقعة والكل أهم من الفرد. وأنا بنبش وأدور ولاقي وارمي، لقيت في البدروم في صندوق قديم بقفل مكسور. تفتكروا لقيت إيه؟ لقيت عينيا. أمال إيه اللي كانوا في وشي دول؟ لما مسكتهم لقيتهم ما كانوش أكتر من عيون إزاز. المسألة ساعتها كانت أسهل شوية، إيد من هنا ورجل من هناك، فكرة من هنا وحلم من هناك. ابتديت أرجع الأجزاء في مكانها، وما فيش مانع طبعا إن أنا أحط أجزاء جديدة من عندي، كلها هتكون في الآخر صورة لسحر. تفتكروا أنا كنت قاعدة بعمل الشغل ده جنب الدفاية؟ لا طبعا، أنا كنت جوه الجحيم ذاته، كنت جوه الجحيم اللي أنا حاولت أشيع فيه سندريلا. المجتمع بوجهة نظره السيدة، المجتمع اللي ما كانش واخد باله من البنت المطيعة، فجأة انتبه، انتفض وارتجت أركان الكون، وترددت كلمات من عينة الواجب، التضحية، الأولويات، ألف لام ألف لام ألف لام كتير قوي، مصحوبة بتهديد ووعيد،
رعد وبرق وشبابيك بتتكسر. اكذب لو قلت لكم ان انا ما كنتش قلقانه بجد. كنت قلقانه وخايفه ومرعوبه ومتألمه. اكذب لو قلت ما اتلخبطتش وكعبلت ونزفت. كل ده بسبب الهرج والمرج اللي انا سببته. بس درس الامبراطور العاري كان جوايا، والتغيير اللي حصل في تاريخ البشر بسبب ناس زي جاليليو وكوبرنيكوس وسقراط وإبسن كان برضو جوايا، والبحث عن حالة شغف بالحياة كان جوايا. خفت، قلقت، اتألمت، لكني ما فكرتش اتراجع. كان في قوة أكبر مني بس جاية من جوايا. ساعتها قلت إن دي الجنية بتاعتي مش الجنية بتاعت سندريلا. جنية سندريلا واضح إنها جنية متقاعدة. بس بعدين فهمت انها كانت حاجة اكبر من اي جنية تانية. دي كانت عنقاء. العنقاء في الاسطورة طائر شديد الجمال بيحرق نفسه كل رطح من الزمن، كل فترة من السنوات، ومن رماده بيبعث من جديد في اوج الشباب ويبدأ يعيش دورة حياة جديدة. بيقولوا ان العنقاء بتظهر مرة كل 1000 عام، بس أنا طبعاً مش موافقة. العنقاء موجودة جوه كل واحد فينا، ساكنة تحت الرماد مستنية إن احنا ننتبه، نبص جوانا، ندور على عينينا ونحطها مكان العينين الإزاز، نلملم أجزائنا، نفكر، نسأل. رحلة مؤلمة؟ أكيد. بس النار بتجلي الجوهر النفيس اللي جوانا، بتحرق الأكاذيب، الكلمات والأفكار المحفوظة اللي ورثناها من غير ما نسأل عن معناها أو عن جدواها بالنسبة لحياتنا، كلها بتتحول لرماد يطير مع الريح. وفي لحظة سحرية بتبعث العنقاء من رماد التجربة، ونكتشف القوة اللي جوانا، ونكتشف المعرفة والحكمة اللي جوانا، وفيض العطاء والمحبة اللي إحنا ممكن نمنحه من قلوبنا، لأن إحنا عايزين نمنح وإحنا محتاجين نتواصل، مش علشان المجتمع حفظنا وقالنا لازم نكون لطاف وطيبين، نسمع الكلام وما نسببش مشاكل ونمشي في الطرق المرسومة. أنا شفت العنقاء بتتولد من رمادها في 1006 مصرية وفي 1000 راجل. عنقاء يوسف إدريس هي اللي خلته يسيب الطب ويكتب القصة القصيرة فيسيب فيها علامة لن تمحى. عنقاء لطيفة الزيات هي اللي خلتها تتمرد على دور سندريلا اللي أمها حفظته لها ورسخته جواها. لطيفة الزيات اتمردت على سندريلا وكتبت ليلى، ليلى اللي زقت الباب فتحته وخرجت، خرجت للعالم الواسع. ولما ليلى عملت كده مليون ست مصرية كان قدامها باب مفتوح تخرج منه وتشوف العالم الواسع. كل واحد منكم لو فكر للحظة واحدة هيشوف العنقاء، هيشوفها في بشر حواليه قدروا يقولوا لأ وقدروا يغيروا حياتهم، قدروا يختاروا مسارات جديدة. وانتوا لو صمتوا لحظة واحدة، لو بصيتوا جواكم، يا إما هتشوفوا العنقاء يا إما هتحسوها بتتحرك ببطء تحت الرماد. ممكن تقولوا لي ان العنقاء طائر والطائر عنده جناحات، بس احنا كمان عندنا جناحات. الخيال له جناحات بتنقلنا لمناطق مختلفة وغريبة وجميلة، والقلب له جناحات. القلب له جناحات بتروح للي بنحبهم وتزورهم وتقول لهم قد ايه بنحبهم. والروح، الروح كمان لها جناحات بتحررنا من اللحظة اللي احنا فيها، من الجسد اللي احنا ساكنينه، وترتفع بينا المناطق اعمق للوجود. ممكن نسأل ليه وجهة النظر المهيمنة في المجتمع بتعمل كده؟ ليه بتحب سندريلا ولا تعترف بوجود العنقاء؟ يمكن للحفاظ على الامن الاجتماعي العام. احتمال المجتمع بيتصور لو البشر تمردوا
لو اختاروا لنفسهم طرق مختلفة يبقى نظام الكون نفسه هيختل. يمكن المجتمع وجهة نظره السائدة ما عندوش وقت ولا طاقة ان هو يتعامل مع بشر مختلفين. حتى الأم والأب اللي كانوا بيحلموا بطريق مختلف وهم أصغر بيربوا ولادهم على سماع الكلام، على أنهم يبقوا زي كل الناس. يمكن خايفين عليهم يدفعوا ثمن الاختلاف زي ما هم خافوا يدفعوه هم أصغر. بس النتيجة المضمونة هي أجيال من النساء والرجال المدجنين، منزوعي الأنياب والأظافر، أجيال من السندريلات اللي دايماً في حالة الانتظار. ولأن هم في حالة الانتظار عمرهم ما يفكروا في الجنية اللي جواهم، ولا في لحظة هيصدقوا وجود العنقاء. النتيجة المضمونة هي أجيال من النساء والرجال المكتئبين البعيدين كل البعد عن الشغف والمغامرة ودقة القلب للأفكار الجديدة، ودول بقى هم اللي هيربوا أجيال المستقبل. وجهة النظر السائدة اللي بتحفظنا حكاية سندريلا وتعلمنا أن العنقاء أسطورة لو ظهرت بتظهر مرة كل 1000 عام وبتأكد لنا أن ما عندناش اختيار، هي وجهة نظر مدفوعة بالخوف، والخوف بيولد كذب. كلنا عندنا اختيار. الاختيار بيبدأ بسؤال، والسؤال بيؤدي لسؤال، وخيط الأسئلة اللي بيمر من سكة الجحيم في لحظة بيبعث العنقاء اللي جوانا، بيبعث العنقاء من رمادها، والعنقاء بتفتح باب السحر اللي جوانا فنكتشف كل الكنوز اللي كانت مدفونة. خير ومحبة وعطاء ورحمة وشغف وأفق قد السماء وقد البحر للاختيار وللفعل. النهاردة أنا جاي عشان أأكد لكم بجد أن كلنا عندنا اختيار. شكراً.